وصول بابا الفاتيكان فرانسيس في المحطة الثانية من جولته الأفريقية، حيث من المفترض أن يلتقي بابا فرانسيس خلال هذه الزيارة عددا من المسؤولين المحليين والمتأثرين من النزاعات وكذلك الحروب التي شهدتها البلاد جنوب السودان خلال السنوات الماضية. إذن هذه طائرة البابا فرانسيس بانتظار نزول البابا الذي كان في زيارة لجمهورية الكونغو الديمقراطية، المحطة الثانية جنوب السودان التي اعتبرها الفاتيكان بأنها رحلة حج من أجل السلام في هذا البلد ذي الأغلبية المسيحية والتي عانت كثيرا من النزاعات وتعتبر أيضا واحدة من أفقر بلدان العالم. عانى هذا البلد من تبعات حرب أهلية، وأيضا مع البابا في هذه الجولة زعماء روحيين في الكنيسة كرئيس أساقفة كانتبري وأيضا زعيم كنيسة في اسكتلندا، والذين انخرطوا شخصيا في محاولات أو عملية سلام مع مسؤولين لم يتم الاستجابة لها حتى الآن، ولكن يتم التعويل عليها كبيرا من خلال هذه الزيارة التي تصف بالتاريخية. للمزيد معنا من جوبا مفادنا جابر منصور. جابر، إذن هذه الزيارة تاريخية كما أشرنا، كيف يتم التطلع إليها؟ ما هي أبرز الانتظارات سواء من الساسة أو من أغلبية المواطنين هناك؟ إيمان، بطبيعة الحال حط الطائر الأزرق هنا رحاله في جوبا حاملا البابا فرانسيس وكذلك رئيس أساقفة كانتبري ورئيس كنيسة اسكتلندا. جنوب السودان ليومين متواليين في استعداد تام. هناك أيضا وصل قبل قليل رئيس جنوب السودان سلفا كير مياديت ونائبه الأول مشار لهذا المطار في استقبال البابا بحفاوة كبيرة جدا، في استعدادات كبيرة، مؤسسات حكومية وشعبية وفرق شعبية كانت قد عدت نفسها قبل أيام، وكذلك المواطنون الآن يقفون على مشارف المطار منذ الصباح الباكر لاستقبال البابا رغبة منهم في سلام متواصل بين الأطراف المتصارعة. هذه الزيارة التي تأتي لإفريقيا في جولته الثانية التي انتهت اليوم في الكونغو الديمقراطية ووصل فيها قبل ثوان من الآن إلى عاصمة جنوب السودان، ينتظر لها أن تكون ذات أهمية كبيرة ومفيدة جدا، خاصة وأن الأطراف المتصارعة هنا كانوا قد وصلوا قبلا إلى جنوب السودان، قبلا الرئيس ونائبه وقادة كانوا قد وصلوا إلى الفاتيكان قبل 3 أعوام لدعوة البابا للوصول إلى سلام شامل. البابا وصل بنفسه اليوم إلى عاصمة جنوب السودان، والآن في استقباله حكومة جنوب السودان بحفاوة كبيرة، والأكبر من هذا أن شعب جنوب السودان الذي يتوق إلى السلام كان قد وصلت منه أعداد كبيرة من مناطق مختلفة مشيا على الأقدام، بعدها تجاوز 400 كيلومتر، ولأيام متوالية سيرا الأقدام من أقاليم مختلفة خاصة من مدينة رومبيك. وكذلك في انتظار البابا الكثير من المشاكل المعقدة التي شهدها جنوب السودان خلال فترة ماضية من الحرب، والتي بدأت منذ أن انفصل جنوب السودان من خلال بعد سنتين من انفصالهما عن شمال السودان، ودارت معارك كثيرة ومتنوعة حصد فيها ما لا يقل عن 500,000 من الأشخاص، وكذلك تضرروا ونزحوا ما يصل إلى ثلث سكان جنوب السودان. هذه الزيارة سيكون لها مردودات كبيرة، خاصة وأنه ستكون هناك كلمة بعد قليل في القصر الرئاسي، وكذلك هناك قداس خلال الأيام المقبلة، وستسهم الزيارة بشكل كبير في إحلال السلام والاستقرار في جنوب السودان. ولذلك تعتبر هذه الزيارة من الأهمية بمكان، وينتظر شعب جنوب السودان أن يروا على يد البابا الكثير من علامات النصر والاستقرار. هذا ما ننتظره خلال الأيام المقبلة إيمان. نعم بالتأكيد جابر، وأرجو أن تتفضل بالبقاء معنا جابر منصور، لأنه ستكون لنا عودة في إطار متابعة هذه الزيارة وأهميتها ومدلولاتها. شكرا جزيلا لك حتى حينه.